الحقيقة إن مصر في الفترة الأخيرة سيادة اللواء بتشهد يعني اهتمام كبير بملف تأهيل الأطباء وفكرة كمان سد عجز الأطقم الطبية في مصر. دور الأكاديمية هنا في دعم هذه النقطة، وهل يعني بتقدروا أن أنتوا تساهموا بشكل أعلى في سد هذه الفجوة من أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية؟ طبعا احنا لدينا مركز متميز لتأهيل الأطباء والكوادر الصحية في مصر، وهو مركز التعليم الطبي والتدريب بالقوات المسلحة، وهو معني بالتطوير المهني المستمر ومنح الشهادات المهنية سواء الدبلومات المهنية أو الدورات القصيرة في مجالات تخصصات مختلفة وتخصصات دقيقة، وكذلك البورد المصري بالأكاديمية الطبية العسكرية. يعني في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن استقبال الأكاديمية أو فتح باب القبول من للدراسات العليا في الأكاديمية الطبية العسكرية للأطباء المدنيين. حضرتك لو تفسر لنا بقى يعني فكرة دخول الأطباء المدنيين للأكاديمية وكيفية دعمهم أيضا لأنهم يكونوا على أعلى مستوى فيما توصل إليه العلم في مجالاتهم المختلفة. هي الأكاديمية الطبية العسكرية بتستقبل المدنيين ورعاية الدول العربية والأفريقية، ذلك منذ إنشائها حتى الآن. احنا تم تخرج العديد من الدول من رعاية الدول العربية والدول الأفريقية، عندي حتى الآن أكثر من 25 دارس من الدول العربية والأفريقية، عندي أكثر من 250 دارس في برامج الماجستير من المدنيين المصريين، وعندي أكثر من 260 دارس من المدنيين المصريين في مختلف التخصصات في البورد المصري بالأكاديمية الطبية العسكرية. هل بيقتصر تأهيل الأطقم الطبية على الأطباء فقط، ولا أيضا يعني التمريض والفنيين المختصين في الأشعة والتحاليل وغيره؟ كانت توجيهات القيادة السياسية بضرورة أن يكون منظومة التعليم والتدريب لكافة الكوادر الطبية، وعلشان كده احنا ابتدينا برنامج لتطوير قدرات أعضاء هيئة التمريض في القوات المسلحة لتكون قدوة لباقي قطاعات في مصر. ابتدينا هذا من خلال زيارات الخبراء الأجانب لمستشفياتنا بالقوات المسلحة، ثم إعداد برامج تدريبية لتأهيل أعضاء هيئة التمريض ليكونوا مدربين داخل المستشفيات، ونقل الدورات الخاصة بتطوير أداء التمريض في مختلف التخصصات داخل المستشفيات لكي لا تعيق العمل داخل المستشفيات. وتم الكلام ده خلال الأشهر السابقة، وحتى الآن تم تخريج أكثر من 5 دفعات من المدربين من أعضاء هيئة التمريض داخل المستشفيات العسكرية. سيدة اللواء، دور الأكاديمية في أعداد أعضاء هيئة التدريس يعني من أطباء وتمريض وعلاج طبيعي وأسنان، الكوادر، أعداد كوادر للتدريب وتعليم الأطباء داخل المستشفيات، إزاي الأكاديمية حريصة عليه، وإزاي كمان بتجدده وتحدثه في البرامج اللي بتقدم ليهم؟ هو بيتم الكلام ده عن طريق عدة محاور. المحور الأولاني هو استدعاء الخبراء الأجانب في كافة التخصصات. بده بنحقق هدفين. الهدف الأولاني هو تقليل عدد المرضى اللي بيسافروا خارج البلاد للعلاج لإجراء الإجراءات الطبية الدقيقة، لأن الخبير بيجي علشان يعالج المرضى من المدنيين والعسكريين داخل القوات المسلحة، وفي نفس الوقت بيدرب الأطباء على القيام بهذا الإجراء. تاني حاجة سيادتك، في برنامج متكامل مع بنك المعرفة المصري لإعداد أعضاء هيئة التدريس مش في القوات المسلحة بس، بل في كل الجامعات المصرية. ابتدى هذا البرنامج من 2017 ومستمر حتى الآن. بنستقدم خبراء من كافة أنحاء العالم لتدريب أعضاء هيئة التدريس داخل مصر على التعليم والتعلم.